طب يومكم طلاب الصف الخامس الأساسي، عساكم أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم سنتعلم قاعدة إملائية جديدة، وهي دخول ال على كلمات مبدوءة بلام، وهذه القاعدة موجودة في كتاب القواعد الجزء الثاني في صفحة 25-26. ومن خلال هذه القاعدة سنتعلم كيف نكتب كلمات مبدوءة بلام أصلية وقد دخلت عليها التعريف. بداية نقرأ الجملة التالية: في تلك الليلة أخذ السندباد وسلطان يدفعان اللوح بأيديهما حتى وصلا إلى جزيرة صندوق اللؤلؤ. إذا استخرجنا من هذه الجملة الكلمات الملونة بالأحمر وقرأناها قراءة جيدة: الليلة، اللوح، اللؤلؤ، ماذا نلاحظ في هذه الكلمات؟ نلاحظ أن هذه الكلمات هي أسماء، وهي تشترك في شيء معين، وهو أنه قد دخلت عليها التعريف في أولها: الليلة، اللوح، اللؤلؤ. فلو أخذنا هذه الكلمات التي استخرجناها، أي الليلة، اللوح، اللؤلؤ، وحذفنا منها التعريف، تصبح على الشكل التالي: الليلة بعد حذف التعريف تصبح ليلى، اللوح بعد أن نحذف التعريف تصبح لوح، اللؤلؤ بعد حذف التعريف تصبح لؤلؤ. إذن بما تبدأ هذه الكلمات بعد حذف التعريف؟ نلاحظ أنها تبدأ بلام أصلية. هل نرى الشد على اللام الأصلية بعد حذف التعريف؟ طبعا لا نراها، كتبت كل كلمة بدون شدة: ليلى، لوح، لؤلؤ. فإذا ما نلاحظه هو أن الشدة لم تكتب فوق اللام بعد أن حذفنا منها التعريف. والآن لنتأمل الجدول التالي. في هذا الجدول عندي ثلاث مجموعات: ألف، مجموعة ألف، مجموعة باء، مجموعة جيم. في المجموعة الأولى ألف عندي كلمات مبدوءة بلام: لون، لذيذ، لبن. في المجموعة الثانية، المجموعة باء، ماذا فعلت بهذه الكلمات؟ أدخلت عليها التعريف. فماذا أصبح عندي في المجموعة جيم؟ إذا نلاحظ بعد أن أدخلت التعريف على هذه الكلمات المبدوءة بلام، أصبحت الكلمات في المجموعة جيم مكتوبة بلامين مع شدة على اللام الثانية. مثلا: لون، اللون، اللون، لذيذ، اللذيذ، اللذيذ، لبن، اللبن، اللبن. فإذا ما الحرف الذي ابتدأت به الكلمات في المجموعة ألف؟ نلاحظ أنها بدأت بلام. في المجموعة باء ماذا أدخلت على هذه الكلمات؟ أدخلت التعريف. في المجموعة جيم كم لام اجتمعت في هذه الكلمات؟ نلاحظ أنه اجتمعت لامان. كيف ننطق هاتين اللامين؟ ننطقهما لاما واحدة مشددة، أي لا شدة على اللام الثانية. إذن أين وضعنا الشدة في المجموعة جيم؟ وضعنا الشدة على اللام الثانية. إذن من خلال ما شرحنا نستنتج القاعدة التالية، وهو أنه عندما تدخل التعريف على كلمة تبدأ بحرف اللام، نكتب هذه الكلمة بلامين ونشدد اللام الثانية، أي نضع شدة على اللام الثانية، نحو لبن، اللبن، لحوم، اللحوم. فإذا بعد الانتهاء من مراجعة هذا الشرح أو قراءة هذا الشرح، أرجو منكم أيها الطلاب أن تعودوا إلى كتاب القواعد الجزء الثاني وتفتحوا على صفحة 25 و26 وتقوموا بإنجاز هاتين الصفحتين، أي بالإجابة على الأسئلة الموجودة في هاتين الصفحتين مع أتمرن سؤال رقم 3 ورقم 4. وشكراً.